شكرا. عندي سؤال امازيغي ايراني ما تسوقش الكلام ديالو هو لا لا هو دابا هذا غنبقى نديرو غير بحال واحد فاصل اشهاري. انت بغيتي تدخل في شي موضوع اخر ولا بغيتي تناقش تاع اللغه خذ راحتك. هو لو سمح فهمتي خذ راحتك القيس ديالك. هو لو سمح انا احيي في هذا الغيره على الدين الاسلامي بطبيعه الحال سيد دمشق الاموي، ولكن فقط اريد ان اساله هل انت مسلم دمشق؟ يعني اذا كنت ما غادي تجاوبش ممكن تقول لا اريد الاجابه. نعم انا مسلم على سنه النبي محمد عليه الصلاه والسلام، قال من يعش منكم فسيرى اختلاف فعليكم بسنتي. طيب جميل جدا. على سنه النبي. جميل جدا. ما هي صفات يعني صلاه الجنازه؟ كيف تصلى صلاه الجنازه؟ يعني انت تسال صلاه الجنازه اولا تقف. شوف انا راح اجاوبك بس هذا يعني سؤال يعني عادي وبسيط، لا يمكن أن تسألني بسؤال كمثل هذا، ولكن أحترم سؤالك. لم يكن لدينا عنصرية لا بأوروبا ولا بإسلام. صلاة الجنازة هي أن يكون الميت أمامك، سواء تكون هناك أحيانا تكون الصلاة في المسجد لأن بعض المساجد تكون قريبة من المقابر، فيصلى الناس في صلاة الجنازة في المسجد، وهي أن تكون واقفا تقول الله أكبر وتدعو له وتبدأ بال عليه الصلاة والسلام أن تدعو له وأن تقرأ سورة الفاتحة وتقول الله أكبر حول 6 مرات. هل فيها تكبير؟ الله أكبر. هل فيها تكبير سجود ركوع أم ماذا؟ لا يوجد بها ركوع ولا يوجد بها سجود. وماذا فيها؟ ماذا؟ ماذا فيها؟ لأن المسلم إذا كان مسلم ضابط على الأقل صلاة الجنازة، لأنه عندما يتوفى لك شخص يعني بطبيعة الحال إذا كنت حاضرا لا يمكن أن تذهب إلى الصلاة عليه وأنت لا تعرف حتى أبسط الأشياء. يعني هذه أمور بسيطة يعرفها المتدين والمسلم. من أستغرب جدا أنك بدأت تحوم حول السؤال، وقبل ذلك كنت متحمسا وقبل كذلك كنت متحمسا للدين وكذا وتدافع عن الدين. نعم وأبسط الأمور غيرتي يا أخي دمشق ودقيقة يا صاحبي وتفراني يا صاحبي تبقى فراني. إذا بغى أمازيغي إيراني يحاورك في المداخلة ديالو أنت قال لك الهضرة ما جاوبتيش خليه يتكلم لأن ليس وقتك وقت الأمازيغي الإيراني هو يحاورك لكن لا تحتكر له الكلام. أمازيغي كويتي، أنا عندما سألت هذا السؤال كنت أنتظر من الصديق دمشق أن يقول لي صلاة الجنازة فيها كذا، إذا كان فيها ركوع يقول فيها ركوع، إذا كان فيها سجود كم من سجدة، إذا كان فيها تكبير كم من تكبيرة، ولكن للأسف الشديد هو بدأ يحو وكأنه يقول بأنه لا يعرف كيف تصلى صلاة الجنازة. لو اختصر الطريق وقال إني لا أعرف كيف تصلى صلاة الجنازة لانتقلنا إلى سؤال آخر وكان ذلك أفضل. صلاة الجنازة تصلى واقفا لم يكن بها ركوع أو سجود. كل الصلوات تصلى واقفا وأغلب الصلوات يعني كل الصلوات تصلى واقفة بطبيعة الحال يكون فيها ركوع وسجود، ولكن صلاة الجنازة هي صلاة فيها ميزات لا توجد في صلوات أخرى. يعني السؤال ليس صعب هذا. نعم بما أنك تعرف لماذا تطرح السؤال وأنت تعلم؟ لأنك مسلم. أوكي أنا مسلم، أنت تعلم بأنني أول ما صعد إلى هذا البث أخبرت صاحب البث طيب. بأني ولد عمري 9 سنوات طيب. قادرت سوريا إلى اليونان وأنا لا أعلم بأشياء من أهلي يعني ولم أذهب بالجنازة مع المسلمين ولكن أعلم عن الإسلام. إذن في هذا الحال الدمشقي لا تقول علمناكم العربية وعلمناكم الدين. فأنا الآن الأعجمي اسمع أصمت أنا الآن الأعجمي المسلم أعلمك دينك، لا تقل علمناكم. نحن الآن الأعاجم وأنا أعجمي أتقن العربي أفضل منك وأعلمك دينك. لا يوجد فكرة حولا بما أنه أنت مسلم أنا أأخذ منك وأستقبل كلامك. ولكن حتى لا تقل قبل ذلك لا تقل يعني. علمناكم وأنت لا تفهم شيئا. لم أقل علمناكم بل أتى النبي عليه الصلاة والسلام بنشر الإسلام. ما شأنك أنت والنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعلمت من النبي غير هل تتعلمون من النبي اللغة العربية أم الإسلام؟ اسمع يا دمشقي، أنتم أتتكم الرسالة ونسيتموها. لا ما نعم والدليل أنت لن ننسى والدليل يا إخوان دمشق الأموي يدير أخويا أمازيغي إيراني مدخلة ديالك ها راه يحتكر نرجس وما يتكلموش الناس. دير المدخلة ديالك يا أخي أمازيغي إيراني دقيقة يا دمشق الأموية دير ميوت أصحابي. أوكي باختصار اكتم 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 يا دمشق اكتم اكتم فقد انتهت الأسئلة. وأمازيغي كويتي
جئت عندك في البث السابق وطلع علينا عربي من عربستان أو بالحجاز، وطلبنا منه فقط أن يعرب لنا جملة مفيدة وقصيرة وهي سها سهوا، وقال لنا بالحرف والفيديو مسجل سها فعل مضارع. ثم أتى صديق له في التعليقات يريد التصحيح له ويريد مناصرته، فقال له لا إنه فعل ماض مرفوع. ثم أتى الدمشقي يتبجح علينا، علمناكم الدين وعلمناكم العربية وكذا وكذا وكذا، وهو يكتب الأموية بلا همزة وبهاء في آخرها، وكلنا نعرف أن الهمزة قطع تكتب على الأو ثم تاء مربوطة وليست هاء، فكيف لهؤلاء القوم أن يعلمونا لغة لا يتقنون حديثها؟ وكيف لقوم أن يعلمون دينا لا يعرفون حتى أبسط الأشياء فيه؟ وكيف يتعبدون وهم لا يعرفون؟ منهم من لا يتقن الفاتحة، ومنهم من لا يشكل نصا، ومنهم من لا يعرف صفة الجنازة التي ربما قد يقدر الله سبحانه وتعالى أن يموت أحد أفراد أسرته لا قدر الله والأعمار بيد الله، فيطلب منه أن يصلى عليه ثم يقف وهو يعرف فقط الوقوف ولا يعرف حتى صفة صلاة الجنازة، فكيف يقف بين يدي ربه ويقول له كنت مسلما؟ تحياتي للجميع. يا زلمة، يا يا أخي.